بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. يتيمة المقصود منها من مات أبوها وهي صغير، لكنها إذا بلغت يجوز أن تزوج وهي صغيرة، كما هو معروف من أي ولي، مثل ما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ الحلم. لكن إذا كانت بلغت فلها الخيار إذا كرهت، هذا هو الثابت إن شاء الله. فهنا المقصود من اليتيمة التي فقدت أباها وهي صغير، وباعتبار ما كانت هي يتيمة وإلا لا تزوج إلا إذا بلغت في الغالب. فذكر هنا خاصة اليتيمة للشفقة ولأن يرحم الناس عليه، وهي ليس أنها فقدت أباها ففقدت خيارها أبدا، باقي لها اختيارها ولا يجوز أن تكره. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها. تستأمر وهي بلغت، لكنها سميت اليتيمة لما كانت قبله، ومنها كما جاء في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، ما يؤتى أموالهم إلا إذا آنستم منهم الرشد، في الغالب هو بعد البلوغ، وقد يبلغ الحلم ولم يكن بلغ الرشد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا اليتيمة التي بلغت وأريد تزويجها تستأمر في نفسها، فإن سمتت فهو إذنها مثل البكر التي لها أب أيضا، وإن أبت فلا جواز عليها. يعني إذا أدركت، لو زوجت وهي صغيرة وقد بلغت فردت، جاز ردها. والحديث إن شاء الله صحيح، وهذا هو الذي يمشي مع عدل الإسلام مع كل جنس من الرجال والنساء. فإذا لا تكره اليتيمة ولا تكره البكر أيضا. كذلك الفرق بين تستأمر، هنا أيضا اليتيمة تستأمر في نفسها، كأن فيه تأكيد أنه يعني اسألوا رأيها مؤكدا مرة مرتين ثلاثة، حتى لا يقال إنكم زوجتموها بمن لم تكن ترضى. ففيه أمر مثل كأنها يعني ليس إلا مثل السيب، لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صمتت فهو إذنها مثل البكر، كما جاء إذنها صماتها. ولا بد أن تخبر بأنك إذا سكتت فنعتبرها أو نعتبر سكوتك إذنا منك، فإن أبت فلا جواز عليها للإكراه. نعم. وقال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. ولعل هل يفرقون بين البكر عامة، والذي يظهر والله أعلم أن النكاح موقوف إذا بلغت بكر، أي بكر سواء كانت يتيمة أو ذات أب. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ،
ولا يجوز الخيار في النكاح. ما معنى ولا يجوز الخيار في النكاح؟ يعني إذا زوجت بعد البلوغ فلا خيار لها، كأنه يقصد هكذا ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. 9 سنين يعني هي قبل البلوغ، كما يظهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول: فإذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت، أي إذا بلغت. فكأنه والله أعلم يقيس على ما زوجت عائشة رضي الله عنها في 9 سنين، لكنها قالوا أنها يعني قد تختلف النساء في البلوغ، قد تبلغ وهي يعني تستحق أن تزوج وهي 8 سنوات 9 سنوات. والشافعي رحمه الله قال: أدركت ابنة عمرها كم؟ جدة 21 سنة. سبحان الله. فمتى زوجت أمها حتى صارت، ومتى زوجت بنتها؟ فبلاد العرب خاصة، ولذلك هؤلاء لا يفهمون هذا المعنى فيعكرون على زواج عائشة رضي الله عنها، يقول إن نبيكم كان شهوانيا وكذا وتزوج وهي صغيرة وكذا إلى آخره، وهم في الحقيقة لا يعرفون أن بلاد العرب يعني فيها يدرك الأولاد بالسرعة أو يبلغ الحلم بسرعة. وبنت 9 سنين كثير من النساء تسأل: أنا ما كنت أحسب ابنتي الآن حاضت وهي عمرها 9 سنين، كيف تقرأ المصحف في المدارس وهي عليها حفظ وكذا؟ فالمسائل يعني واقعة هذه في الحقيقة، نعم تسأل النساء حتى الآن، فليس ببعيد. لكن كلام الإمام أحمد يقول: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. هذه المسألة صعبة، يعني هل كان الإمام يفرض أنها 9 سنين؟ هي قريب من البلوغ ولم تكن بلغت، لكن إذا بلغت فما يكون لها خيار، لأنها قد أذنت وهي متميزة وهي عارفة بمصالحها. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، بنى بها لكنها كما جاء في الروايات أنها بلغت وحاضت رضي الله عنها. وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهي امرأة يعني صارت بالغة، كأنها هي مسألة البلوغ تأتي فيها اختلاف، واختلاف الأجواء واختلاف البلدان هذا ثابت فيه، فإن في البلاد الباردة 9 سنين لا تبلغ، قد تكون لا تبلغ إلا بعد 15 سنة أو أكثر، وقد تكون 8 سنين. كان شيخ لنا تعرفونه في المدينة كان يدرسنا ويدرسنا هذا الموضوع، فكان يقول: والله أنا عمري 9 سنين لو وجدت امرأة لحبلتها. بهذه اللفظة كان يقول: أنا عمري 9 سنين لو وجدت امرأة لحبلتها، يقول كذا. فيختلف الناس ويختلف البلاد وكذا. فالمسألة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، هل هي معناها أنها بلغت؟ لا تبلغ كلها. فالمسألة والله أعلم الدخول والبناء، كما قالوا أنها يجوز أن تزوج البنت وهي صغيرة، ولكن لا يدخل بها إلا إذا حاضت وبلغت. نعم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أصغر من أبيه 11 سنة أو 12 سنة. نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص كان أصغر من أبيه 11 سنة أو 12 سنة. والشيخ ربيع هادي مدخلي تسمعون أنه ابنه عبد محمد الكبير، عنده محمدان، محمد الصغير ومحمد الكبير، فكان يدرس وهو الشيخ تخرج قبل 2 سنين وهو يدرس في الكلية 2 ثالثة، يعني كان الشيخ
أقدم في الدراسة من ابنه سنتين محمد، وكان أصغر منه 17 سنة الآن في هذا الزمان، فيحصل على كل حال. نعم، يفرق بين بلوغها 9 سنين وبين البلوغ الظاهر. العقد يقولون جائز، متميزة، تميزت وتعرف مصالحها، عمرها 9 سنين، وإن لم تكن حاضت مثلا فلا يبنى بها ولا يدخل بها إلا إذا حاضت، فيكون قد عرفت مصالحها ورضيت، فلا خيار لها بعد ذلك ولا يفسخ بعد ذلك، هكذا يقول. لكن الذي يظهر والله أعلم، إذا جمعت الطرق الروايات كلها، المرأة حتى لو كانت ثيبا أو لو كانت صغيرة قد يكون تكون رضيت لسبب من الأسباب، ثم تكون بعدما انكشف لها الأمر، ربما عرفت عن الرجل شيء أو عرف الرجل عن المرأة شيء، فالخيار للجميع والله أعلم. يبقى إذا لم ترضى، إذا لم ترضى لا ينبغي إجبارها، هذا الذي يدل عليها لو جمعنا الطرق والروايات كلها، ويظهر أن هذا هو الذي كان عليه العمل إن شاء الله في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وعليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا الحديث مو كذا. وهناك الأيم أحق بنفسي، إن الولي لا يزوجها إلا برضاها، الأيم وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خزام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. وهناك في الحقيقة إن امرأة جاءت في بعض الروايات، امرأة جاءت قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه، يريد أن يرفع بي خصيصته وأنا له كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا أي امرأة إذا كرهت حتى لو رضيت أول الأمر، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأنا مثلت لكم أن جميلة بنت أبي سلول كانت قد زوجت وتزوجت وكانت تعيش مع ثابت بن قيس ابن شماس، ولكنها كرهته، ليس قال لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، والله لا يجتمع رأس ثابت، يعني كرهت البقاء معه لأجل الشكل أو كذا. فمن الممكن أن ترضى البنت أيضا والكبيرة أيضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك يأتي الكره، فيكون على ما يختار إن شاء الله، بشرط أن لا يكونوا ظالمين أحدا للآخر. نعم. فهنا أيضا قال هنا اليتيمة تستامر، اليتيمة هي صغيرة. وفي الباب عن أبي موسى أخرجه أحمد مرفوعا بلفظ تستامر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والدارقطني والطبراني، قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن عمر أيضا قال توفي عثمان بن مذعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم بن أمية ابن حارثة ابن العوقص، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مذعون، قال عبد الله وهما خالايا، فخطبت إلى قدامة بن مذعون ابنة عثمان بن مذعون فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، فحطت الجارية إلى حوى أمها، يعني أرادت أن تتركني وتميل إلى مغيرة بن شعبة هكذا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مذعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى حوى أمها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال فانتسئت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوا المغيرة ابن شعبة. وهذا الحديث صحيح وحسن. نعم. فالأصل في الحقيقة لا شك أنها قد رضيت في الأول، لكن إذا طرأ لها الكره فيكون لها الاعتبار بعد، لابد بعد التفاهم، وبعد ليس معناه في حينها والإسراء، إذا حصل الخلاف بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها،
كذلك حتى هي لو كان أحد ربما خبب عليها أحد، ما هو كذا، يكون دخل عليها وكذب عليها شيء فتحقق المسألة. فإذا كانت مصرة على أنها تتفارق مع الذي تكون قد وافقت معه فيكون لها خيارها، والله أعلم. نعم. ثم قال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاه جائز ولا خيار لها إذا أدركت أي إذا بلغت، ولم أقف على دليل يدل على هذين الإمامين. أما احتجاجهما بحديث عائشة، الشارح رحمه الله شيخ عبد الرحمن المبارك فوري يقول: لم أجد دليلا لقوله الإسحاق والأحمد رحمه الله أن، وأما احتجاجهما بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، ففيها أن عائشة كانت قد أدركت وهي بنت 9 سنين، وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، كأن عائشة أرادت أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي في حكم المرأة البالغة، لأنه يحصل لها حينئذ ما تعرف بها نفعها وضررها من الشعور والتمييز. فالإمام أحمد الظاهر محمل قوله والله أعلم أنها صارت متميزة مثل الحديث إذا كان قد بلغ التمييز، كذلك إمامة الصلاة إذا كان متميز فله أحكام كثيرة للمتميز، كذلك البنت يتيمة وهي متميزة لكن لم تبلغ حتى تجامع مثلا، ففي هذه الحالة إذا تزوجت فهي امرأة. معناه أنها لو بنت 9 سنين، يعني قول عائشة رضي الله يودي بك القول إلى أنها لو رغبت إلى أحد أو كرهت أحدا أيضا يقبل كلامها فهي امرأة. نعم. باب ما جاء في الوليين يزوجان، وليان يزوجان، كيف يتصور هذه المسألة؟ يعني مع وجود الأب ليس ولاية للأبناء، لكن قد يكون الأب ليس موجودا وإخوانها يبحثون كل واحد يعني في بحث، فإذا وجد واحد منهم وافق ووجد الثانية إذن وافق، ما الحكم؟ هذه مسألة قد تقع. الحديث من حيث إسناد ضعفوه، لكن المسألة تقع. ما حكم المسألة؟ قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، فيه تدريس حسن وأدم سماعه من سمرة ابن جندب. الحسن سمرة قالوا أنها منقطعة، على هذا ضعف العلماء. لكن ما حكم المسألة؟ ما حكم المسألة إذا وقعت الواقعة مثل هذه؟ أي امرأة زوجها وليان فهو للأول منهما. الآن المسألة للأول منهما، وقد يكون إذا رضيت بالاثنين مثلا الأخوان زوجها في يوم واحد أو في يومين، هذا اليوم والثاني في اليوم الثاني، وهو لا يعرف بأن أخاه قد زوج، ففي مثل هذه الحالة إذا تنازع تساقط أم يختار أحدهما؟ الظاهر قد يكون الخيار إذا كانت المرأة راضية بأي واحد منهما، فإذا ينظر إلى الأولية، لأن الأصل رضاها هي. إن رضيت بواحد من الاثنين فالظاهر الحكم يكون على رضاها، لكن إذا رضيت بالاثنين أي واحد تزوجون لا بأس فيها، ففي هذه الحالة الذي كان أول إذا كان قبل يوم خطبها خطب إلى أخيها أحد، واليوم الثاني إلى أخيها، فالذي يكون قبل يوم يكون هو الأحق. وهذه المسألة في مسائل لها نظائر، لها نظائر في أحكام الشريعة. إذا جاء إليك دائنان فأجب الأول منهما، إذا كان إذا جاء من فأجب أقربهما بابا، جاء الحديث وهو صحيح إن شاء الله. فمثل هذا الأولية يكون للذي
سبق والله أعلم. لكن الأصل في مثل هذا أنها إذا كانت هي راضية بأي واحد منهما فإذا يقضى ولا ينبغي أن يقال أنهم أي يعني يعطى. قد يكون اختيار لواحد منهم أصلح أو كذا فلا بد أن يرضى الأول أو ينكر يقول والله وجدني نحن نريد وأنت يعني شخص يكون إن شاء الله عالم فاضل أو كذا كلام من هذا النوع. إلا أنه إذا كان كلهم سواء له حقا يطالب يقول أنا خطبت أولا ولا يخطب على خطبة أخيه ما هو كذا. هذا له إدلاؤه بحجته أيضا يكون حقا أو يكون استحقاقا له. ففي هذه الحالة للأول منهما. لكن إذا كانت تدخلت البنت وقالت أنا ما أريد فلان وإن كان هذا في اليوم الثاني خطبني وأحب فلان وأرغب في فلان فالحكم لها إن شاء الله. نعم. كذلك من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. كيف يكون هذا من باع بيعا من رجلين؟ يعني من الممكن أن يكون باع وترك البضاعة ويقول أنا أجي وأخذ فيما بعد، جاء واحد ثاني وباع عليه، فهذه الحالة قطعا تقضي على أنه للأول منهما إلا أن يتنازل، إلا أن يتنازل. كذلك في مسألة إذا داع اثنان جاء فيه فللأول أو أجب الأول، وإن كان جاء معا فالأقرب بابا كما جاء في الروايات بهذا المعنى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. فرضنا في لحظة واحدة هذا في نفس الساعة وهذا في نفس الساعة، فإذا تنازع على الاستحقاق وكل واحد له حقه، فإذا نكاح مفسوخ ولا واحد منهم إلا أن يتنازل واحد منهم. وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. هذه المسألة تدخل فيها الحكومة وتدخل فيها يدخل فيها الصلح، فإذا تصالح فبها، وإلا يقضى أنه يفسق لا أنت ولا هو، فيكون ربما يتنازل واحد منهم ما دام أنا محروم خلي أخي. فالحاصل على كل حال لابد أن يكون فيه التحاكم أو الصلح بينهما. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. نعم. ليس تضارب المصالح، ليس تضارب المصالح. أنا فرضنا القضية الأب نفسه إذا كان أعطى لأحد الأبناء خيار، الأب نفسه جاءه أحد وهو لا يعرف، لا يعرف وخطب إليه بنته، والأخ له خيار يقول له الأب إذا جاء أحد فانظر وأقبل خطبته، ففي هذه الحالة صار وليان لا بأس فيها. في كذلك أخوان، ومثلت لك الأب توفي، الأخوان كلهم ولي يتوكل بعضهم على بعض وينيب بعضهم بعضا، وليس بلازم أن يكون واحد في هذه الحالة. نعم. يكون في مثل هذا تفرض المسألة. نعم. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن ولي أي إذن سيده. نكاح العبد إذا نكح العبد بغير إذن سيده ما حكمه؟ قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الإمام أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم، وهو وليد بن مسلم الدمشقي القرشي، عن زهير بن محمد التميمي. زهير بن محمد التميمي الخراساني روايته عن الشاميين. نعم. إذا روى عنه الشاميون فروايته ضعيفة. ووليد بن مسلم على كل حال شامي، إلا أنه لم يتفرد بهذه الرواية. وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله محمد بن عقيل ابن أبي طالب الحاشمي، هذا ضعفه بعضهم لكنه حسن الحديث إذا لم يخالف. فهنا هذه الحالة قائمة هنا إن شاء الله. والبخاري رحمه الله كان يصح أحاديثه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، عاهر أي زان. وهكذا قدر الله، والعبد لا يجوز له
وهو ما دام عبدا له فلا بد أن يستأذن للزواج، لأن النكاح والزواج يشغله عن خدمة السيد، عن خدمة السيد. لا يقال إن هذا فيه ظلم عليه أو كذا، لأن الأصل في العبودية والرق، يقول بالرق لا تقول عبودية، يقوله في الرق، في الحقيقة أنه يأتي وينحدر من الكفر، لأنه قد يكون أباه قاتل المسلمين، لأن لا يوجد الرق في الإسلام إلا بهذه الطريقة. الرق سواء كان في الأمة أو في العبد، إلا أنهم من قوم كافرين يقاتلوننا فإذا ظفرنا عليهم، وهذا كان من الأديان السابقة وفي أديان الأنبياء السابقين أيضا، وهم وعرف جاء أيضا أنه إذا جاء حتى العرب ما كانوا يعترفون بدين إلا قليل منهم، ما ذلك كان عندهم عرف إذا غلب واحد على الثاني فكان يسترق ويجعل إماء إلى آخره. فهنا في الحقيقة ما دام انحدر من هذا الطريق فلا عليه هذه الأحكام، وهو أنه لا حق له أن يتزوج إلا بإذن السيد، فإذا أذن السيد فجاز له أن يتزوج. نعم نعم نساء والذرية هو نفسه كلهم، لأنه إذا غلب المسلمون على قوم كافرين يصدون عن سبيل الله ويقاتلونه فجاز أن يسترقوا الرجل وزوجته وأولاده كلهم. قصة عام عطاء غزوة حنين كلها واضحة في هذه، أن النساء أيضا قد أسرت وكذلك الأطفال، فجاءوا وقالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الكلام أصرحه، ما هو كذا، إما أن تأخذ المال وإما أن تأخذ العيال، قالوا فإذا نختار العيال. لا هو عبودية، ربما يكون يعني جاء من زواج من أمه أيضا لأنها أمه وكذا، يعني قد يستمر. ولذلك لما كان هنا على ما بلغ ذكر لنا واحد من الشياب، كنا نخرج في تجديد أعلام الحرم على الجبال، وجدنا ناسا ساكنين في عصيلة وغيرها، سبحان الله، يعني في البادية بالمرة، فهو حكى عجوز كبير ومنكمش بالمرة، سبحان الله، يقول كانوا أخذوني غزة القبيلة مع القبيلة الأخرى، فكان بينهم مناوشات وكذا، فأغاروا عليهم ليلا فأخذها واحد منهم، أخذه هو عجوز نفسه وأخذه على ظهره وأراد أن يهرو، فيقول عضدته حتى أدميت جسمه، لأنه هنا قال عضدته حتى سقط فهربت ونجوت. هو يحكي نفسه هذا، كان هذا قبل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم، ولذلك الرق كان جاء عن هذا الطريق، يسرقون الأولاد من هنا هناك ويرقون، ولذلك جاء الحكم بأن لما رأى الملك عبد العزيز رحمه الله بنى على أنه لا بد أن يكون الحكم على كتاب والسنة وكذا، فاستفتى وقالوا أن هذه الأقسام من الرق جاءت من غير شرع، فأمروا بالعتق. وإلا كان شيخ محمد نصيف جد والد جد عمر عبد الله عمر نصيف، كنا نجلس معه كثير جزاه الله خير، والشيخ كبير لكنه مرح، ما الشباب شباب ما الشيوخ كذا. كان مرة جاء الشيخ علي الطنطاوي في مجلسه في مكتبه في مكتبته، فقال يا شيخ هناك في أفريقيا جزيرة اسمها بترجمتها اسمها كذا قطة بلا ذنب، فماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ قطة بلا ذنب؟ قال نعم. قال فإذا هي لا تتعب قطها، لا تتعب قطها بلا ذنب. الشيخ ضحك. نعم، فرحمة الله عليك. ها، هو ماتت زوجته وهو شاب، فأبوه قال تزوج واحدة ثانية، كان عمره بلغ 40 أو قريب من 40، قال أما البكر ربما لا ترغب فيها،
وأما الثيب أنا لا أرغب فيها. سور الناس هكذا حكى لنا بهذه اللفظ، قال سور الناس أنا ما أرغب فيها، الشيخ عبد الشيخ محمد نصيف رحمه الله. فقال أبوه أعطاه فلوس، قال روح اشتري جارية. قال جيت أول مرة لأشتري الجارية في برحة طفران، هنا المكان الذي فيه القصر الآن، كان هناك برحة وكان فراغ طويل أريض. فقال جيت برحة طفران يوم الجمعة بعد العصر، كان يكون سوق الجواري، فوجدت الناس يجسون الجواري كما تجس الشاة في ضرعها. فقال فاستقز نفسي، أو نفسي استقزت من هذا، فتركت، قلت له ما أريد. فالحمد لله جاء الأمر من الملك بأن يتحرر كلهم. الشيخ حماد الأنصاري لما جاء من مالي يقول عندي ثلاث عبيد، واحد لما يروح الحرم، واحد يشيل الكتاب، واحد مشلها، واحد إذا خلع ناله. ولما جاء الأمر بإعتاقهم أعتق الجميع، لكن يقول لا ما نروح، فين نروح، فين نأكل، فين نشرب، ما كانوا يروحون. يقول الشيخ روحوا وإلا تمسكن الدولة. راحوا وساروا ما شاء الله، واحد منهم كان مقاول وكذا، وواحد منهم الناس يختلفون. كنا نجلس عند الشيخ في بيته، متواضع في تلك الأيام كان، وهناك كله تراب والأغنام تبغبغ حوله. وإذا ضربت الفرشة يطلع منها الغبار، رحمه الله. لكن الكتب ملآنة، يأتي فيه الشيخ بن عمر فلاتة والشيخ عباد والمشايخ، كانوا يأتون، ما عندهم كتب هذه التي جمعها الشيخ. فكان يجلس واحد منهم بمجرد ما يأتي يأخذ المكنسة من هنا هنا ينظر. وقال قلت للشيخ من هذا؟ فيقول لي كذا، هذا كان عبد لي، جزاه الله خير وافي، الاثنين راحوا صاروا الآن تجار. فالحاصل على كل حال، يعني لا شك أن الزمان الأخير جاء الظلم في هذا، وكانوا يمسكون ويسترقون. فإذا هنا كأنك تقول أليس هذا ظلما على هذا العبد؟ ليس ظلما، ما دمت قد قاتلتني فأنت أول درجة تكون تحت يدي. لكن الشان في من يكون تناصلوا وأتوا فيما بعد، فهنا قد يقال على كل حال أنه يعني من حسن العشرة إذا طلب العبد الزواج أن يزوج إن شاء الله. إذا زوج فلا شك أنه يقل خدمته وكذا، لكن إذا ما أذن ليس له أن يتزوج. ولذلك ترون أنها جاء إخصاء العبيد في هذا الباب، لأنه هو لو كان وهو على فحولته فربما يخاف على عرضه الإنسان، فكانوا يخصون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، من خص عبده خصيناه، هكذا جاء في بعض الروايات، وبعض العلماء صحوه وحكموا بصحة أو حكموا بمعنى هذا الحديث. فكانوا يخصون خصي، نعم، يجعلونها خصي حتى لا يرغب في النساء. فهذا كله ليس له على كل حال شرعية، إلا أنه لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده، حتى لا يبذل وقته مع زوجته من وقت السيد من خدمة. نعم، تؤخذ منه زوجته، تؤخذ منه زوجته، ويكون هو عبدا وزوجته تكون سرية. نعم، هذا هو الطريق الوحيد على كل حال للاسترقاق الشرعي. فهو عاهر أي زاني، هل يترتب عليه أنه يجلد جلد؟ جاء من فعل ابن عمر رضي الله عنه، صح عنه أن أحدا من أرقائه كان قد تزوج فجلده نصف جلد الحر، جلده. نعم، قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بل هذا الحديث الصحيح عن محمد بن عقيل عن جابر، يختلف الصحابي. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. أئمتنا رحمة الله عليهم دقتهم في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف الأمر، سواء كان عبد الله بن عمر الصحابي أو جابر، لأن اختلاف الصحابي لا يضر الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل. لكن الشان في إثبات الخطأ من روى عن ابنه عن عبد الله بن محمد بن عقيل لم يضبط
فأخطأ فجعل بدل جابر ابن عمر. هذا ولذلك يقول صدوق يخطي أو ثقة أخطأ في كذا. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يضبطون مثل هذه الأخطاء على الراوي، وإلا نتيجة قد لا يختلف الأمر في اختلاف الصحابي سواء كان هذا أو ذاك. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. وجاء في بعض الروايات أيضا أن نكاحه باطل، وعبد الله بن عمر جاء في أنه أيضا أنه قال أن عبد الله بن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، فضربه حدا فكأنه عاهر بمعنى الزنا، فحكم عليه الحد. لكن إذا قال أحد أنه جاهل أو قد يكون نكاح شبهة فربما يرفع عنه الحد والله أعلم، لكنه جاء أنه ضربه حدا أخرجه عبد الرزاق. نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن يحيى، وهو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان ثقة الأموي، قال حدثنا أبي وهو يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد، هذا طريق آخر لهذه الرواية، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر بالحديث السابق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويقول قال الترمذي في الراوي في عبد الله بن محمد العقيل قال قد تكلم فيه بعض الناس لكنه وهو صدوق، سمعت محمدا أي الإمام البخاري يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. فالحديث صحيح على كل حال وحسن. باب ما جاء في مهور النساء، المهر الصداق الذي ومأخوذ من الصدقة الصادقة يدل على صدق رغبة الزوج في الزوجة فسمى صداق وصدقات النساء. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا عبد الرحمن مهدي ابن مهدي الإمام ومحمد بن جعفر قالوا غندر قالوا نعم محمد بن جعفر غندر قالوا حدثنا شعبة أنا عاصم بن عبد عبيد الله. هنا جاء عاصم بن عبيد الله وهو عاصم بن عبيد الله ابن عمر، عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، ضعيف في الحفظ، انظروا إلى نسب عالي جدا نسب شريف لكنه ضعيفا في الحفظ. وما قالوا إن كل عاصم في الدنيا ضعيف هذا ليس على الإطلاق، لكن عاصم بن بهدلة أيضا قالوا إنه ضعيف وليس بضعيف إنه حسن الحديث. وهنا عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا ضعيف الحفظ. قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عامر بن ربيعة الصحابي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن إذا كان المهر نعلان هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة، يعني ما مقدار المهر؟ والله أعلم ليس هناك مقدار معين للمهر، أي شيء تراضيا فيكون مهرا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي طلب يد المرأة التي أو يد المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية أعتقها وجعل الإتق صداقا لها. ما خلاف في المذاهب، ومما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجيز
أي شيء يكون في النكاح إلا دراهم. وجاء في حديث ضعيف لا مهر أقل من 10 دراهم، لا مهر أقل من 10 دراهم، هكذا قالوا على كل حال، لكن الحديث لم يصح. فالحكم إن شاء الله كلما تراضيا سواء بنعلين أو بإزار ورداء أو حتى تحفيظ القرآن ببعض السور المعينة، هذا كله يكون مهرا له وليس بلازم أن يكون من الدراهم. ومن هنا جاء سبحان الله لا مهر أقل من الذي أذكر من تفاصيل استنباطات الحنفية، درست كثيرا فيها ما شاء الله، جميل جميع كتبهم الذي يدرسونها درسا نظاميا كما يسمون. فقالوا لا قطع إلا في 10 دراهم، هذا قالوا لأنه لا يجوز استحلال. شوف القياس، قياس الضعيف على الضعيف ضعيف، فهم بنوا قياسهم، بنوا استدلالهم لا مهر أقل من 10 دراهم على حديث ضعيف، وهم متمسكون بهذا ويدافعون ويدافعون. ثم جاءوا وقالوا القطع، القطع في كم يكون؟ إذا سرق ف3 دراهم، هم قالوا لا أقل شيء 10 دراهم. والقياس قالوا لأن البضع الحرام لا يستحل إلا ب10 دراهم كما جاء في الحديث لا مهر أقل من 10 دراهم، كذلك اليد الحرام لا تستحل إلا ب10 دراهم. شوف، فقاسوا الضعيف على قاسوا على حديث ضعيف فبنوا الحكم، وهذا الحكم ضعيف قاسوا على الحكم الضعيف حكما آخر أيضا. فعلى كل حال الذي يظهر إن شاء الله أن المسألة على التراضي وليس على البيع والشراء. فإذا كان المرأة رضيت والزوج يعني مرغوب فيه، رضيت بأي شيء مما يكون رمزا للمهر، بس لا بد من المهر، فلو تزوج على بدون مهر جاز، هذا معروف، ما هو كذا؟ إذا تزوج بدون مهر بدون ذكر مهر فيكون مهر المثل كما هو مشهور. نعم، لكن مهر المثل إذا رضيت بأقل منها فكله جائز. فهنا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الحكم بالحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمس ولو خاتما من حديد، معناه ربما خاتم من حديد لا يبلغ 10 دراهم ولا 3 دراهم، فزوجتكها بما معك من القرآن. وهم سبحان الله ينكرون وما ندري ماذا يأولون، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل إتقها صداقها، قالوا لا يجوز أن يكون الإتق صداقا، قالوا هكذا، وربما يجعلون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي هدرة، الباب أي باب التزوج في بالمهر وغير المهر، فليس بلازم أن يكون ما جاء موافقا له، قد يكون مخالفا له. فهنا جاء قال وفي الباب عن عمر أخرجه 5 وصحه الترمذي وسياتي، وأبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، وفيه قال ألا كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، والوقية كم؟ 40 درهما، 40 × 4 160، ف160 درهم على 4 أواق كأنما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من أرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. جاء هذا في صحيح مسلم، جاء يستعين النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل بن سعد أخرجه الترمذي في هذا الباب يأتي، وأخرجه الشيخان، وأبي سعيد أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوجا بكثير بعد أن يشهد، هذا وإن كان ضعيفا لكنه يستشهد به مع الروايات الأخرى. في سنده أبو هارون العبدي راوي ضعيف. وأنس أخرجه الجماعة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. نواة كم يكون؟ 10 دراهم أو كذا أو أكثر. وعائشة إن أعظم النكاح بركة
أيسرهن مؤونة. آسم النكاح أيسره هكذا جاء، لكن الرواية ضعفت. الحاصل وفي رواية أخرى ضعيفة أيضا أصدق النساء أخف النساء صداقا أعظمهن بركة، وفي إسناده راوي اسمه الحارث بن سبل شبله هو ضعيف. وجاءت رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر خير الصداق أيسره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من آتى في صداق امرأة سويا أو تمرا فقد استحل. هذه ضعفوها، لكن الروايات الضعيفة من عدة طرق من عدة استهابة صار الشواهد مع الروايات الضعيفة تقوي الحكم بأنه أي شيء يتراضيا فجاز أن يكون مهرا سواء كان أشد دراهم أو درهم أو درهمين أو شيئا آخر. نعم. لا حد لعالى أيضا وإن أتيتم إحداهن قنطارا، لكن قد يحده الأدلة العامة تحده الإسراف في كل شيء لا يجوز، فربما يسرف فيه ويعطيها شيئا كثيرا. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أنه قال من تزوج على أكثر من كذا فأخذت مهره وجعلته في بيت مال المسلمين، فقال قامت امرأة وقالت يا عمر لا حق لك في هذا، وقد قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع عمر إلى قولها وقال إيش قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. الرواية هذه منقطعة لم تصح عن عمر، لكن جاءت هذه بالحقيقة. نعم إذا كان لم يبلغ الإسراف فيعطي ما شاء إن شاء الله، يهب لها ما شاء فيما بعد، كل هذا له ذلك. فهنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة هذا الذي مضى حديث حسن صحيح هكذا قال، لكن مداره على عاصم وهو ضعيف، فلذلك في تصحيحه معترض له الترمذي رحمه الله. واختلف إلا أن يصحح معناه من الطرق الأخرى أو من أحاديث أخرى. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضى عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار، لأن ربع دينار أيضا يعني من أين قالوا هذا؟ المالكية استخرجوا نفس المعنى، قالوا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فساعدا، فقاس عليه هل مالك رحمه الله ثبت عنه أم المالكية فيما بعد يكون قاسوا عليه أنه ما دام اليد المحرم لا تقطع إلا في ربع دينار، كذلك البضع المحرم لا يستحل إلا بربع دينار. نعم. يد بخمس معين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، فلا قطع في أقل من ربع دينار كما جاء. قال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. نعم. وجاء وهو إسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه استدلالهم لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. نعم. نعم. ألا زوجتك بما معك من القرآن؟ والله يسأل من يقول بهذا، يقول كيف هو في الحقيقة هم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص يزوج من شاء بمن شاء وكذا، هذا يأتي في تفصيل تأويلاتهم، ولذلك ما يردون الحديث إنما يعولونه تأويلا بهذه التأويلات، إلا أنه ما دام لم يدل على الخصوصية، أي شيء لم يدل على خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لأمته. هل لولي الأمر؟ في الغالب ولي الأمر هو الذي يحدد المهر، يعني في الغالب الحاكم إذا رأى فيهم ناس صحيح الناس يغالون ويسرفون فيه، فمن واجب ولي الأمر لإصلاح الرعية أن يحدد في الحقيقة،
مثل التسعيرة نفسه لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلى المهر في غلى اللفظ حصل الغلاء في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر يعني يخفض ويرفع إذا صار البضائع كثيرة وكذا لم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن في السياسة الشرعية وغيرها حتى ابن تيمية وغيرهم كلهم قرروا قالوا إذا كان الناس يغالون في الأسعار ولا يتقيدون بالعدل فيجوز للإمام أن يسعر ويفرض التسعيرة كذلك حتى في هذا والله أعلم. نعم كيف يعني كفاءة؟ لا لا ما لا كفاءة إلا في الدين تنكه المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولجمالها ولنسبها تنكر لأربعين لدينها فلا تنظر إلى الحسب ولا لجمالها فإن الجمال يزول وفظفر بذات الدين تربت يداك هلكت إن لم تظفر بذات الدين فليس هناك كفاءة في النسب إلا أن الحنفية أشد الناس في هذا والمالكية أيضا قالوا لابد من الكفاءة في النسب فلا تزوج القرشية بغير القرشي هكذا قالوا. نعم أي نعم الله المستعان ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حتى المهن قالوا الحديث منكر وموضوع وجاء فيه الناس أكفاء بعضهم لبعض إلا الحائك والحجام إلا الحائك والحجام لا يكون كفوا لغير الحائك والحجام فهذا كله هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال به بعض أهل المذاهب منهم الحنفية منهم المالكية قالوا لابد من الكفاءة في النسب وإلا يحصل مثل ما حصل مع زيد بن حارثة وزينب ما اجتمع لما كان الاختلاف في الكفاءة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة أنكهوا أبا هند وكان أبو هند حجاما وبنو بياضة من قبيلتي أو من بطون قريش فالحاصل على كل حال لا كفاءة إلا هناك ناسا قد يكون عندهم نخوة بهذا على الدين والشرع إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والله المستعان. أيوة إن شاء الله مو مر علينا هو حسن باب منه ما يتعلق بالمهر هنا أشياء ذكروا تقرؤون إن شاء الله الشيخ الشارح ذكر من بعض الأئمة الحنفية كلام في هذا الباب بأنه لا مهر أقل من 10 وهم مصرين على هذا وهم عندهم حتى بعضهم قال أن حديث جابر المذكور من أخبار الآحاد هذا إذا ضاقت عليهم المسالك أصحاب المذاهب ولذلك نقول ليس في كل موضع يقبل كلام أهل المذاهب ولكنهم هم إذا ضاقت عليهم المسالك قالوا هذا خبر واحد الحديث يخالف ظاهر القرآن فيقدم القرآن يقول أهو يخالف إطلاق قوله تعالى حديث جابر بعض الحنفية لما بدأ يثبت هذا المعنى فذكر من جملة الأدلة قال حديث جابر من أخبار الآحاد وهو يخالف إطلاق قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم لا جناح عليكم أن تبتغوا بأموالكم يعني النساء بأتاتهم مهورهن فإنه لا تقدير فيه بشيء أن تبتغوا بأموالكم مهما آتيتم ليس فيه تقدير وتخصيص الكتاب بخبر الواحد وإن كان صحيحا لا يجوز عند الحنفية إذا كان يجوز عندكم لكن لا يجوز عند الحنفية فما بالك إذا كان ضعيفا فالعجب منهم أنهم كيف خصصوا بهذا الحديث الضعيف إطلاق الكتاب وعملوا به والعجب على العجب أنهم قد استندوا في الجواب على الحديث الصحيحة التي دلت على كون المهر غير مال وهي مروية في الصحيحين بما استندت به الشافعية
حيث قالوا هذه أحاديث أخبار الآحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرها. ولذلك نقول أصحاب المذاهب المتأخرين خاصة قد شجعوا إنكار السنة وفتحوا باب لإنكار السنة بكونه خبر أحد لا يفسر به ظاهر كتاب الله. وقد ذكرت لكم حتى تنكح زوجا غيره أيضا بمثل هذا المعنى. على كل حال فنقول إن شاء الله الأحاديث الصحيحة الثابتة تدل على أن المهر قد يكون أقل شيء مما ترضي عليه، ولا يتحدد المهر في 10 دراهم أو أقل أو أكثر. نعم. قال باب منه: حدثنا الحسن بن علي وهو الخلال الحلواني قال حدثنا عيسى إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع السائغ، هؤلاء إسحاق بن عيسى الطباء من الثقات وعبد الله بن نافع السائغ المخزومي كان صحيح الكتاب وأتي به هنا مقرونا بإسحاق بن عيسى الطباء وهو من الثقات المعروفين. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار، أبو حازم هو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، وفي رواية البخاري وغيره أنها فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إليها النظر وسعد ولم يجبها بشيء فجلست هنا، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال نقول هذا أدب الصحابة رضوان الله، إن كانت حاجة فأنت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقول إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها تعطيها في المهر، فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك أو إزارك، إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، قال فالتمس فلم يجد شيئا. سبحان الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا وسورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، بركة القرآن والقرآن شافع مشفع. نعم. جاء في الروايات الأخرى قم فعلمها، يعني كأنه المهر قد يكون مؤجل فلا يمنع يكون يدخل بها ويحفظها على مدى إن شاء الله. هذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل بها إلا أن يحفظها، كيف يحفظها إذا لم يختلي بها؟ فمعناه كل شيء فتح الباب له على مهر معجل له، لو حفظ آية وما بعدها إلى 10 أيام إن شاء الله. فالحاصل هذا حديث صحيح من أصح الصحاح في البخاري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث وقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، يعني في حينه يزوج وينتظر صداق المثل، إذا كان مثلها 200 درهم 300 درهم من قبيلتها بنات قبيلتها وخالتها وعمتها إلى كذا، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. لكن الإمام أحمد رحمه الله قول آخر مضى بنا أنه يجوز أن يتزوج بأي شيء، قال يعني وهو الذي ينبغي ألا يخالف إن شاء الله إذا كان تراضيا على هذا. نعم. قال حدثنا ابن عمر القرآن فيه بركة في الزواج. كان واحد في القديم كنا نسافر سائق سيارة، لكنه رجل صالح شاب صالح بمنبة صالح، كان يسافر بين مكة والمدينة يأخذ الناس بالأجرة، كلما جاءت الصلاة نزل هو بنفسه، وقف السيارة ونزل يصلي، جاءت الصلاة صلاة المغرب ما شاء الله أو صلاة العشاء، فنزل وقرأ قراءة جميلة، كان واحد من
من الشيوخ الكبار البخارية، أعجبته قراءته، فلم لقيناه فيما بعد أخبر هذه القصة، قال كلهم نزلوا وهو ما نزل، أخذه إلى بيته وقال شوف بيتي وكذا وكذا، شوف هذا البيت وعندي بنت وأعطيك وعندي تجارة إذا كنت تشترك وكذا وكذا، زوجه، أعجبته قراءته وصلاحه في الحقيقة. شوف الناس يبحثون الصالحين أيضا، فقراءته في القرآن أعجبته فسحرته وقراءة، فذهب بها ذهب به إلى بيته وأعطاه بيت في بيته، لأنه رجل الحمد لله فتح الله عليه وليس عنده أولاد كثير، ولد واحد وبنت واحدة، فقال هذا نص لك، قال لا أنا ما أخذها، قال لا هذا نكتب لك وكذا إلى آخره، حصلت له بركات على كل حال. فالصلاح في الحقيقة نعم يكون له أثر، والقرآن شافه مشفى. نعم. قال ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عن أبي العجفاء. أبي العجفاء هذا الذي هو يعني من التابعين، إلا أنه قالوا لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، وهو من التابعين الكبار، والله أعلم، فيظهر أن حديثه يكون حسنا وصحيحا. قال قال عمر بن الخطاب، والرواة كلهم ثقات أثبات، ابن أبي عمر العدني، سفيان بن عيينة، أيوب السختياني، ابن سيرين، محمد الإمام، على كل حال. قال قال عمر بن الخطاب، ألا لا تغالوا صدقة النساء. هنا في الحقيقة يعني قال لا تغالوا، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. الأوقية 40 درهم، مو كذا؟ 12 كم يكون؟ 40، 480، وفي بعض الروايات جاء 500 درهم، فقريب منها قريب منها. فهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الناس. أما قصة المرأة التي ذكرت لكم فيها انقطاع، أخطأت امرأة أو أصاب أخطأ عمر وأصابت امرأة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.